من رام الله الخبير العسكري الفلسطيني اللواء واصف عريقات. اللواء واصف، يعني سأبدأ معك من تصريح سياسي ليس من الوقائع العسكرية على الأرض، ولكن هذا التصريح ربما يجب أن يقرأ عسكريا. عندما يقول رئيس وزراء الاحتلال أنه لتحقيق أهداف الحرب والنصر سوف يستغرق أشهرا، وما زال بعد 100 أيام و4 يتحدث عن القضاء على حركة حماس، ويتحدث كذلك عن استعادة الأسرى. كيف تقرأ، أو ما هو النصر الذي يمكن الحديث عنه والذي يحتاج شهورا طويلة بالنسبة لدولة الاحتلال بكل الأسلحة التي تحدث عنها ضيفك قبل قليل، والتي أعلنت دخولها إلى قطاع غزة، وعدد الجنود الذين تم تجييشهم لهذه الحرب؟ يعني أعتقد الإجابة على نتنياهو وعلى سؤالك بشقين. الشق الأول هو الميدان العسكري، والشق الثاني هو رئيس الوزير، وزير الحرب الإسرائيلي جالنت. جالنت ماذا قال؟ قال لا يوجد حل كامل لجيوب المقاومة في غزة، بمعنى أنه مطلق، يعني لا يوجد حل كامل. الميدان بعد 104 أيام 120 ألف جندي إسرائيلي، نخبة النخبة، لواء الجولاني، الجبعاتي، الوحدات الخاصة، المظليين، الهندسة، الدبابات، الطائرات، تدمير بنية تحتية، سياسة الأرض المحروقة، تدمير 60-70% من مباني قطاع غزة، تسويتها بالأرض. تحدث عن 24500 شهيد، 61000 جريح، يعني قصف المدارس، قصف الشوارع، تجريف كل شيء وقتل الحياة في قطاع غزة. ومع كل ذلك الشعب الفلسطيني صابر وصامد، والمقاومة الفلسطينية تستبسل في الميدان. الجيش الإسرائيلي 120 ألف ذهبوا لتحقيق هدفين: الهدف الأول القضاء على المقاومة الفلسطينية، والهدف الثاني تحرير الأسرى بالقوة العسكرية. لم يحققوا الهدفين منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، عدلوا الأهداف عشرات المرات ولم يحققوا إنجاز عسكري على الأرض. ومعروف بالعلم العسكري يمكن تعديل الخطط العسكرية تبعا للوقائع الميدانية، أما تعديل الأهداف أنا بتقديري هذا يعني هزيمة وعدم قدرة، وخاصة أنهم لم يحققوا الهدفين الأساسيين اللذان انطلق الجيش الإسرائيلي من أجلهما. فبالتالي نحن نتحدث عن جنود صحيح أنهم موجودين يخوضون حرب شاملة، يخوضون قصف عشوائي بقصد القتل، قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، يقومون بالتدمير، يقومون بالتجريف. الجرافات تعمل أكثر من الدبابات، وكلاهما يعمل أكثر من الجنود، وهذا طبعا بالتأكيد لا الجرافة ولا الدبابة ولا الطائرة ولا المدفع سيحقق إنجاز عسكري على الأرض. من يحقق الإنجاز العسكري حقيقة والذي يقاتل هو المقاتل الفلسطيني الذي يسعى للجنود الإسرائيليين ويشتبك معهم من مسافة صفر، ويقنص دباباتهم، ويحقق خسائر، ويبث بالصوت والصورة كيف يلتحم معهم، وكيف يظهر بسالته وقدراته الميدانية والقتالية، في حين أن الجنود الإسرائيليين يولولون مرعوبين، كما جرى مع اللواء الجولاني الذي ذهب إلى الشجعية لتصفية الحساب معها، وتم تصفية حسابها معهم حينما قتلوا قائد الكتيبة، وقتلوا 82 ضابط وجندي، ومنعوا وحرموا هذا اللواء من تحقيق أهدافه على الأرض. وحينما تدنت كفاءته القتالية وروحه المعنوية اضطروا إلى سحبهم، وشاهدنا وشاهد العالم كيف رقصوا وكيف ابتهجوا لأنهم خرجوا كانوا مذعورين. وهذا معيب للواء الجولاني وللجيش الإسرائيلي أن يرقصوا فرحا ويبتهجوا دون أن يحققوا أهدافهم، هذا معروف بالعلم العسكري. فبالتالي نحن نتحدث عن جيش هو عبارة عن عصابات شتيرن، أرغون، هاغانا، التي نفذت ذات المجازر بحق أهلنا عام 1948، وما زالت تحقق المجازر الآن، ترتكب مجازر بحق شعبنا. لا يقاتل الجيش الإسرائيلي، هو يقتل بالدبابة، يقتل بالطائرة، يقتل بالمدفع. عصابات تلبس الزي الموحد صحيح، ولكن أفعالها أفعال مجرمين. نعم، لواء واصف، وأنت تتحدث الآن هناك أنباء تتواتر عن قيام القسام بقصف، عفوا، رشقة صاروخية باتجاه
مستوطنات غلاف غزة وموقع كيسوفيم العسكري. نحن يعني بعد 100 يوم، وهذا الحديث فيما يتعلق بأن توجه رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة الذي تعرض لأكبر عمليات قصف وما إلى ذلك، كيف تقرأ هذا الخبر في ظل معطيات العملية العسكرية والعدوان الإسرائيلي على القطاع؟ يعني هذا يؤكد بأن المقاومة الفلسطينية قادرة ومستمرة وما زالت تسيطر في الميدان، وأنها تملك زمام المبادرة والسيطرة والقيادة وإدارة المعركة. صحيح أن الجيش الإسرائيلي يعني تقدم، تمدد، توغل، ولكنه غير مسيطر. حينما تنطلق هذه الصواريخ من ذات المناطق التي كان الجيش الإسرائيلي قد دخلها وتواجد فيها، وأعلن بعدها رئيس هيئة الأركان وأعلن وزير الحرب أنه تم قتل معظم المقاومة الفلسطينية فيها وتم السيطرة عليها، لتأتي برسائل متعددة. الرسالة الأولى لصناع القرار في إسرائيل بأنكم تكذبون على أنفسكم حينما تقولون بأنكم ستنتصرون على المقاومة. اليوم فقط اللواء واصف يواف جالنت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي قال دمرنا الأطر التنظيمية لحماس في شمال غزة وقتلنا آلاف المخربين، وقال إن حماس باتت أكثر ضعفا وإنها لا تستطيع السيطرة على الأمور. هو يتحدث تحديدا عن شمال غزة التي جاءه الرد منها الآن برشقة صاروخية من الشمال لمواقع عسكرية إسرائيلية ولمستوطنات الغلاف. بالتأكيد هذا رد صافع له وللجنود الإسرائيليين وللجبهة الداخلية الإسرائيلية. الرسالة الأولى هي لجالنت وللرئيس هيئة الأركان هاليفي الذين يتشدقون بأنهم استطاعوا تحقيق إنجازات في الشمال، وأيضا لنتنياهو الذي يريد إطالة أمد القتال حتى النصر، وللجبهة الداخلية الإسرائيلية للتأكد بأن المقاومة الفلسطينية ما زالت قادرة، وأن الجيش الإسرائيلي الذي ذهب لاسترداد هيبته ولتحرير الأسرى بالقوة العسكرية هو الآن عاجز عن ذلك، وأن الذي يسيطر في الميدان هي المقاومة الفلسطينية. ورسالة أيضا للجبهة الداخلية الفلسطينية لتعزز معنويات هذا الشعب المكلوم، هذا الشعب الصابر الصامد المحتسب الذي يتحمل كل هذه الآلام، ليشاهد بأم عينيه بأن المقاومة الفلسطينية ما زالت قوية وقادرة على التصدي لهذا الاحتلال البغيض. والرسالة الأهم هي للولايات المتحدة الأمريكية التي تغطي هذا العدوان أو تشارك في هذا العدوان، وأن الطائرات التي أرسلتها محملة بالقذائف المحرمة دوليا والسفن كذلك وقوات الدلتا والمارينز لن تنفع الإسرائيليين. هذا الجيش الإسرائيلي الذي هزم يوم 17 سيبقى مهزوما، وأنه بحاجة إلى من يحميه. نعم، إذن الأخبار العاجلة، رشقة صاروخية للمقاومة شمال قطاع غزة والجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعل صفارات الإنذار، هذا ما كنا نتحدث عنه الآن لواء وصف عريقة. أيضا يعني لابد أن تقرأ هذه النقطة حتى ولو من باب استيعاب تأثيراتها. واحدة من أهم التخوفات التي قرأت من هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت هي الرغبة في تهجير الفلسطينيين، حتى وإن كانت رغبة تعلن بشكل غير رسمي ويتم المناورة عندما يتم الحديث عنها مع المسؤولين. فشل الاحتلال في هذه أيضا على الرغم من كم الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة. كيف يقرأ ذلك من واقع انتصارات وهزائم المعركة؟ يعني أولا التهجير بالنسبة لإسرائيل هدف رئيسي حقيقة، سواء كان هم يريدون قطاع غزة خالي من سكانها من أهلها حقيقة، إما بالقتل وإما بالتهجير. وقالها رئيس الكيان الصهيوني في اليوم الأول إسحاق هيرتسوغ، قال نقتل الفلسطينيين في قطاع غزة لأنهم فلسطينيين وموجودون هناك وقبلوا بقيادتهم. رئيس الوزراء نتنياهو قال لا تحدثوني عن الإنسانية ولا عن القوانين الدولية، وهناك وزير في وزارته قال سنلقي عليهم قنابل نووية، ووصفوا الفلسطينيين بالحيوانات وبالحشرات. هذا كله يؤكد بأن الجيش الإسرائيلي ما يقوم به الآن قتل الفلسطينيين هو من أجل أولا يعني قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين الفلسطينيين، وثانيا تهجيرهم. لذلك طلبوا منهم النزوح من الشمال إلى الجنوب. الآن معظمهم مكدسين في رفح في الجنوب، ولكن ويطلبون منهم أيضا الانتقال من منطقة إلى أخرى، و
في المناطق الجديدة يتم قصفهم هناك، وهو ما نشاهده بالصوت وبالصورة. إذا نحن نتحدث عن جيش ذهب للثأر والانتقام، من أجل هذا يقوم بحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، ولكن الشعب الفلسطيني الذي يخرج من تحت الأنقاض يعلن بملء الفم أنه لن يغادر قطاع غزة مهما بلغت التضحيات. حتى الأطفال بسن 10 وال12 وال15 يتحدثون بهذه اللغة. فبالتالي بقدر ما صمدت المقاومة الفلسطينية في الميدان العسكري، صمد الشعب الفلسطيني أيضا في مواجهة هذا الهدف الإسرائيلي. نعم، شكرا جزيلا اللواء واصف عريقات، الخبير العسكري الفلسطيني، كنت معنا عبر الإنترنت من رام الله، لك جزيل الشكر.